جينا من رباط باش غادي نشجعوا ريال مدريد هنا في مطار محمد مطار سالار رباط. كتشوف هاد الاجواء كي دايره، الناس فرحانه، الناس واخا الشان تنقول لك الناس فرحانه، الناس كيف كيقول لك كنبغيو مدريد، تعيش مدريد ولا مدريد. سعاده غامره ما نقدرش نوصف لك السعاده اللي نشعروا بها حنا هنا. جينا بغيت نتسناو لاعبين ديال ريال مدريد غدا ان شاء الله بالليل، غادي نسمحوا في قرايه ونسمحوا في كل شيء وغادي نمشيو لمراكش نتبعوا رغم الاجواء ورغم الظروف. غنمشيو لمراكش وغادي نساندوا ريال مدريد ولا مدريد. اليوم راه كيفاش عرفوا هنا الدراري كاملين رياليين هنايا، وجينا واخا هاد الشركه كطيح، واخا الشركه كطيح وهانيه، غادي نجيو نتفرجوا في ريال مدريد والليله عاليه. الحمد لله حنا كنا من المدن ديال مدينه سالا اللي كان عندنا الشغف باش تجي عندنا ريال مدريد نشوفوها عندنا. وهو لا مدريد، انا جايه من خنيفره، من ديبلاسيه من خنيفره باش نشوف مدريد. من طبيعه الحال نحن كمشجعين لريال مدريد يعني نجيو رغم الامطار الغزيره والبرد القارس، جيت من مدينه القنيطره خصيصا باش نشاهد ابطال العالم، ابطال انشيلوتي الايطالي خصوصا كريستيانو رونالدو. وكنت اسف لان اللاعب الكبير الذي اعشقه حتى الجنون مودريتش لم يستطيع ان يشارك في هذا كاس العالم الانديه، وكنتمنى من الله عز وجل ان ريال مدريد يكون حالف الحظ ديالو انه يفوز بكاس العالم الانديه ويعزز الصداره ديالو في البطوله الاسبانيه بعد ما خفق يوم امس برشلونه بتعادل امام خطافي. هذا شيء يثلج الصدر بالنسبه لعشاق ريال مدريد، ونحن كجمعيه في المغرب غادي نرفعوا التيفو ان شاء الله بعد غد في المباراه التي احتضنها الملعب الكبير مدينه مراكش.